نانديني، انت هون؟ انا دورت عليك بكل الجامعة، وعلى فكرة عندي اخبار كتير حلوة إليك. بعد نجاح حفلة الموسيقى تبعكم صار في كتير طلاب بالجامعة عندهم اهتمام بالسيتار، وانا قلت لهم لا تخافوا، نانديني هون، انت رح تعلميهم على آلة السيتار. اخبار حلوة مو هيك؟ استاذ انا ايمت لازم بلش؟ فورا وباسرع وقت. بس استاذ انا استاذ نانديني كتير متحمسة، هلا رح نبلش. شو صح؟ حلو حلو. ايه كنت عم فكر من الصبح انه كان بدي اقول لك شيء، هلا اتذكرت. احكي لي شو عمل تريلوك معك امبارح؟ احكي لي. استاذ انا ما بدي احكي بالقصه. طيب لا تنسي اللي اتفقنا عليه، رح انطرك بغرفه الموسيقى انا وطلابك، ماشي؟ نافيا شفتي نانديني؟ ألو هي هون شي؟ وين نانديني؟ ماني، اللي صار معها كتير سيء. شو المشكلة؟ ما بدي اياك تخاف هلأ، وما بدي تقلق أبدا، كلنا بنمرق بهالشي. أنا ما عم بفهم شو القصة. لك ماني، أنا رفيقة نانديني، يعني أنا رفيقتك أنت كمان، قصدي إذا بدك أي مساعدة أو أي نصيحة فأنت فيك تعتمد علي. قصدي كيف بدك تتصرف وشو بدك تتصرف، إذا احتجت أي شي فيك تسألني بأي وقت. وأنت يا ماني مالهوترا، أنا متأكدة إنه رح يجي شي يوم وتحتاج فيه مساعدتي. إيه صح معك حق، مساعدتك وكمان نصيحتك شو كان فيني أعمل لولاهم؟ أنتي الوحيدة، أنتي رفيقتي الوحيدة يلي بتفهميني، وأنتي بتدليني على الطريق الصح. إذا كان عندي رفيقة مثلك فأنا ما بدي شيء أبداً، صح؟ ماني؟ أنت منيح؟ أنا كتير منيح. إيه؟ تعرفي نافيا؟ ما لازم أقول هيك بس. شكراً نافيا، شكراً لأنك الممثلة ما دوبالة. كابير خوفني كتير لما قال لي إنك تغيرتي، بس لساتك نفسك. ليكي اسمعي، قليلي لأشوف وين نانديني. بغرفة الموسيقى. ايه اريامان، قلي كيف لقيت الجامعة؟ ما أنا سيئة، من كل اللي شفته لحد هلأ أنا عن جد ما في غير شي واحد بس هون كتير عجبني. هيك لكان شي واحد بس؟ لكن قلي شو هالشي اللي عجبك لهالدرجة؟ بدك تعرفي؟ في كتير شغلات تانية بالجامعة رح تعجبك. ايه صح، بس ثانية شبك؟ بظن انه هالشباب عم يعزفوا غلط. ايه شو كل هاد؟ الأوتار مو مدوزنة. ايه بس سهل على اي حدا يكتشف انه عم يعزفوا غلط. ايه صح، بس مو حلوه بحق الجامعه، قصدي انه راح تكون نقطه سودا بحقها. بس عم خبركم. ايه اليا، انت راح تورجيني شيء ثاني؟ ايه انا تركت اهم شيء للاخير. من بعدك يلا نروح. هو معه حق، هي نقطه سودا بحق كليه الفضاء. أنت لازم تدوزن الأوتار لأن مو مدوزنة.
هلا جرب. حلو، بس لازم تتدرب. بالتوفيق. واو، ما عم صدق. بحياتي ما تخيلت انه موقتي اللي بعرفها ممكن انها تتعامل مع الناس بهاللطف. ومنيح انه شفت موقتي الجديدة. هارشاد، انت من لما جيت لهون وانت عم تضل تقلي انه تغيرت، بس بتعرف انا عن جد تغيرت. حتشوف. موقتي اللي بعرفها هي معنا موجودة بعد هلا. وشو ما كان بيناتنا فهو بطل موجود نهائيا. عن جد انت مفكرة انه هالشي ممكن يخلص بهالبساطة؟ رح أتأكد. حلو كتير، انت تغيرتي كتير موقتي. نحن ما في شي بيننا هارشاد، وما كان في. قبل كنت أكرهك كتير، يمكن لأنه كنت حس بشي اتجاهك، بس هلأ ولا شي. أنت ما عاد تعني لي سيد هارشاد. مو بهي السهولة، تعرفي موقتي؟ مو سهل أبداً إنك تتحرري مني. وبتعرفي ليش؟ هاد لأنه أنا بحب تحديات. هذا المكان مو حلو؟ هاد برأيي الشخصي أحلى جزء بكل كلية الفضاء، مكتبة الموسيقى. ما بتفق معك، هاد مو ممكن يكون أحلى جزء بالجامعة كلها، ومتأكد. ليش أريمان؟ أنا شفت مكتبة الموسيقى بجامعة نيويورك، نفس جامعتنا، ما نون أهم منا بإمكانياتهم. لا لا، ما قلت هيك. اللي عم شوفه أنا أنتي مو شايفتي. أحلى شي بكلية الفضاء ليك قدام عيوني هلأ. عن جد؟ إيه، مثل ما كنت عم قلك، فيك تعمل بطاقة مكتبة هون ومسموح لإلك. من وين طلعت؟ بس بقالتين سوا. ليك، بما أنك هون ساوي بطاقتك هلأ. إيه؟ وينه هاد؟ إيه، أستاذ. أستاذ؟ إيه؟ هاد أريمان. أوكي، طالب جديد، هو بده بطاقة مكتبة، لهيك ساعده رجاء. أكيد. وإيه، نحن رح نورجيه المكان. أوكي أوكي، شكراً لك. تعال. حلو كتير المكان.
ايه آليا، عشو بتعزفي؟ بعزف على الكيبورد. أنا كمان أوقات بعزف على الكيبورد، بس عادة على الجيتار. حلو، أنا حابة أسمع عزفك. أكيد، بظن إنه أحياناً لازم نعزف ونندمج، عرفتي؟ ضروري نعمل شي سوا، شو رأيك؟ هي محجوزة. قصدي هي معنا. آليا بس بتعزف مع الفاب فايف وبتندمج معنا، صح آليا؟ طبعاً، بس مع الفاب فايف، مو؟ شو هالتصرف؟ أنا بس كنت عم أعمل واجبي مو أكتر كعضو بفرقة الفاب فايف. أنت مو قلتي إنه نحن رفقة؟ نن نانديني، نانديني قلي لي شو عم تعملي هون؟ نانديني انت منيحة؟ نانديني قلي لي شو صاير؟ شو؟ انت عم تحرقي؟ نانديني طيب 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 اهدي، خدي نفس. ايه شهيق زفير، شهيق زفير، شهيق ناندو، يلا نانديني. يا ربي ماني، شو عم يصير لها نانديني؟ نانديني انتو روحوا جيبوا دكتور لهون وبأسرع وقت، وأنا رح روح وخبر عائلتها. ماني انت خليك هون معها، ماشي؟ نانديني 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 طلعي فيني، نانديني طلعي فيني. هاد أنا، ماشي؟ أنا هون وماني رايح لأي مكان وما حبعد بنوب. نانديني اهدي، نانديني نانديني أنا هون أنا هون. طلعي فيني، هذا المطلوب انك بتقاومي، صح؟ ايه بس روقي اهدي، روقي ناندو، بس اهدي. ايه روقي انا هون. بدي أوضح شيء كتير مهم، عالفاب فايف أنت رجعت، بس بالنسبة إلي أنت بس رفيق، وهي هي الحقيقة، رفيق وبس، مو أكتر من هيك. آليا انت هون بالكافيتيريا وقاعده لحالك؟ على كلن
بحياتي ما تخيلت انك بتجي لهون. وكمان على كلن مبروك الكم. انا سمعت انه الفاب فايف نجحت من جديد. قصدي انتو انقذتوا نانديني مورتي وسجنتوا تريلوك. برافو عليكم. ليك يا آليا، بتمنى توسعي فيني لأنه مبارح ما كنت عم اكذب. أنا ما بنلام على خطف نانديني. أنت لازم توسعي فيني. لسه بكير عقني أوثق فيك. ما معي حق؟ يعني لو كنت محلي شو كنت رح تعمل؟ كنت رح توثق فيني؟ لا صح؟ هي مشكلتك، بتحب الكل يفكروا مثلك. ويمكن ما عاد انخدع. ايه انت شو ما عملت ما بتتأذى، بس هالمرة حتى انا ما بدي اتأذى. آليا، عم تلحقني أخي؟ لا آليا، أنا ما عم الحقك، بس أنت نسيتي موبايلك على الطاولة. بس عكلاً أنت منيحة؟ أنا عطول منيحة، شو بده يصير لي يعني؟ سيد مورتي، بظن أنه بيكون أحسن إذا تاخد نانديني معك، ولهالسبب أنا اتصلت فيك. شكراً أستاذ ناندو. خلينا نروح على البيت هلا. أنا قلت لك من لما كنا بالمخفر، بس أنت ما سمعتي مني. بتعرفي قديش بتكون قلقانة عليكي عمتك هلا؟ هي بعتت ريشاب معي، بلكي تتحسني بعد ما تشوفي. ليكي عمك معه حق باللي عم يقوله، بس طولي بالك، ماشي؟ بشوفك بعدين. ماني شكراً ابني، عن جد شكراً. كل ما تكون ناندو واقع بمشكلة دائماً بتكون أنت معه وعم تحاول تساعده. بسيطة، ما في داعي للشكر. عكلن هي بتكون ريشاب، هي بتكون رفيقتك صح؟ لا. ايه عرفت، كتير رفقات ما؟ هي بتكون مميزة. مميزة؟ شو قصدك؟ يعني ما بتعرف قديش نانديني بتكون بنت مميزة؟ قصدي هي ما بتستسلم. ايه معك حق. قصدي هي دائما بتختار الطريق الصح. ايه مزبوط. صح؟ قصدي لو مهما كان الشيء اللي صاير معها هي دايما بتلاقي شيء ايجابي. وهي مزبوطه. وانت شفت ابتسامتها؟ وهي مزبوط. بس في شيء غريب ما عم افهمه لحد هي اللحظه. شو خاص هالحكي بأنه نانديني بتكون رفيقتك؟ ايه عمي، أعطيتك كثير أسباب، فكيف بدك يعني يكون
بس رفيقة. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.